وكان دايما ابن حنبل ودايما سبحان الله الائمه يقول لك ابتلاء صبر الاولياء على زوجاتهم سبحان الله، يعني يبدو كانوا مبتلين بان ستاتهم كده فسبحان الله يقول لك صبرهم هو ده سبب الولايه، يعني من اسباب الولايه ان هم صبرهم على زوجاتهم. هو بيختبر فيها صحيح والعكس هي بتختبر فيه والعكس صحيح، يعني لو الست صبرت برضه ليها تاخد بقى مين ايه ده تاخد اجر ستنا اسيا. ايوه رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله. شوف ازاي بقى، يعني هل هيكون جوزها زي فرعون؟ استحاله. لا ده بقى لحضرتك ازاي. لكن انا بديكي مثل، ادي الاولياء وادي الاصفياء وادي الناس اللي كلها خير، ان كلهم ان في صبر، ان في تحمل، ان في سبحان الله ساعة صدر كده واستيعاب، ويمد الأيام كده تمر على خير بالقناعة مش بالتربص، مش تقعد بالتريقة، مش كل واحد يتربص للتاني يقعد ينتقد. لو هي مثلا سبحان الله لابسة ايه ما يقول لهاش، مفروض لو لابسة حاجة يقول لها بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أنا أعرف واحدة كان دايما جوزها سبحان الله كان شوية بخيل، فكان يقول لها أنت بتحبيني، تقول له ده أنت نن عين قلبي. وهي كريمه في كلامها الحلو الطيب. حقيقي يعني هي شوفي، لكن ازاي يعني صبرت على البخل ده. هو المفروض ما يكذبوش فعلا، لكن يكذبوا في حاله واحده بس، في الاصلاح الزوج بقى. لو هو مثلا قال لها بتحبيني ولا حاجه تقول له ده انت حبيب قلبي، ده انت حبيب عمري، ده انت وفي زي ده ربنا رزقني بيك يا حبيبي، وهي تبقى يا عيني متغاظه من حاجه من موقف مثلا. كذلك هو يعني تخيلي بقى، يعني الكذب محرم ومكروه والمؤمن لا يكذب الا في دي. تجامله لبس مثل بدله حلوه ولا لبس حاجه حلوه، الله بسم الله ما شاء الله عليك ايه الحلاوه دي، يسمع منها الكلام الحلو عشان ما يسمعهاش من بره، وهي تسمع الكلام الحلو عشان ما تسمعوش برضو من بره، وما يقعدوش قدام الافلام والمسلسلات ويشوفوا الجماعه دول بيبقى فيه سبداج وفي مش عارفه ايه وفي وبيبقى، ولو شافوهم على حقيقتهم مش هتبقى زي ما هم في التلفزيون كده، يعني واخد بالك ازاي ممكن الواحد يقعد يتزوق طول الوقت يعني، ويعني يعجب قوي بيها. يا عم مراتك اللي جنبك ده والله ممكن تبقى احلى من 60 واحده بتشوفها. لا يعني مش هتكلفك حتى المكياجات والحاجات الكتير. انا مسميها سبداج. سبداج ما انا فهمت اللي هو جبس وش معجون. يمكن او حاجات كده كتيره. بس هو حاجه الصبر لحد فين؟ يعني هي تصبر عليه. شوفي بس نبعد عن ايه؟ يعني مثلا العنف، الاهانه، البخل. لا 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 مفيش عنف. اذا كان مش عنف ابدا. يعني عنده سلوك بطال كده ولا كده؟ لا بطال ليه؟ ايه اللي بطاله؟ لازم في سبب. اذا كان منها هي تبتدي تصلح. إذا كان بقى هو أصلا دي حاجة فيه، يعني لا قدر الله إذا كان فيه خلافات حادة جدا جدا جدا، فتلجأ بقى لإيه؟ لأهله وأهلها يقعدوا بقى كده، أنت عارفة وساطة الخير. وبعدين حتى إذا كان فيه نشوز من الزوجة بيقول لك إيه؟ سبحان الله إن هو يعني حتة إن هي تبقى في حجرتهم مش بره، لسه كنا بنقول في نفس يعني المكان، في نفس المكان مش يطلع بره ينزل لامه تحت ولا فوق ويقول لها شوفي عملت وخلاء. يعني ان شاف فيها نشوز او اعراض، واخده بال حضرتك ازاي، او حاجه معيبه مثلا لا قدر الله، يبتدي في سريره يختلفوا، يديها ظهره مش 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 مثلا يسيب الاوضه والولاد يحسوا ان هم مختلفين ولا كده. لا ده يعني شوف اكتر من كده دلوقتي، انما ما يسيبهاش ويمشي باليومين والثلاثه ما تبقاش عارفه عنه حاجه ولا يخرجها من بيتها. لا لا ده بقى شيء معيب. ما احنا بنقول البيوت اللي تتبني على طاعه لله وطاعه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الاجتناب حتى يجتنبها ازاي؟ انه يبقى في نفس السرير بس مديها ظهره، او مثلا ما يكلمهاش مع بعض، لكن قدام الولاد لا لازم يبقى في كلام ما يحسوش ان في، عشان نفسيه الاولاد نفسها. وكمان حضرتك عايزه اقول ان حاجات كتيره في البيوت، الطلبات اللي ملهاش لازمه انها ترهقه بيه، هو كذلك برضه ما يبخلش عليها، يعني واخده بالها يسمعها الكلام الحلو، عشان الكلام الحلو هيتقال لمين غير زوجته، وهي كذلك صحيح. ما كانش الكلام الحلو منه هو، يعني تسمعه مين؟ وبعدين حته ان يبقى قاعد جنبها وماسك البتاع الموبايل ده اللي يعلم بيه ربنا، اللي دخل على الامه كده يعني بسوء استخدام. وبعدين كل واحد بقى كمان يقول البتاع الرقم اللي هو يفتح بيه الموبايل اسمه الباسورد. ما يخبوش عن بعض باسورد. دي بقى بتعمل مشاكل رهيبه يا حاجه. لا يعني كتير قوي رجاله يقول لك لا ما تقربيش للتليفون بتاعي. لا
لا لا لا, لا ودي خصوصيه ما فيش تجسس طبعا. خصوصيه مين بين زوجته؟ ده زوجته هما الاثنين سبحان الله. احنا قلنا من انفسكم يعني لو بيطمنها خلاص مش طمنها. وبعدين مثلا ما يبقى يجي جوزها وتقول ايوه طب خلاص بقى. طب لا ما تستني اذا كنت بتكلمي امك ولا بتكلمي صاحبتك, استني اعملي بقيه الحوار عشان يبقى ثقه بين لما هو ما يسمعك يعرف ان انت بتكلمي فعلا والدتك ولا بتكلمي اختك ولا بتكلمي صادقتك. لكن مش اول ما في طب باي باي بقى طبعا بتغر صدره وبتخليه يشك. لا 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 يعني دي بقى يعني مش 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 ايه مش اخلاقي يعني. او وفي ستات متعمده يا حاجه ياسمين صاحبتها تشور عليها وتبقى متعمده عشان تخليه غير عشان يحبها عشان ففي الاخر الموضوع بيضرب في وشها في الاخر. لا لا افلام بقى افلام شادي افلام ما يبصوش للمسلسلات والنبي يعني يشوفوا ان دي حاجه كده يعني ايه عالم اخر. وده بال حضرتك بالعكس كوني كتاب مفتوح زي ما حضرتك بتقولي طمنيه وهو يطمنها ويبقى في سكينه في البيت حته ثقه.